السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، يا رب تكونوا في أسعد حال وفي صحة. هنكمل زي ما قلتكم في المحاضرة اللي فاتت إن إحنا هنكمل الأرش بالنوع التاني اللي هو سيركل أرش، اللي هو الأرش هيكون واخد منحنى دايرة أو جزء من منحنى دايرة عكس الكيرف اللي إحنا اشتغلنا عليه في المحاضرات أو في المحاضرة اللي فاتت. الاختلاف الأساسي ما بين الارش ده والارش دوت هو المعادله بتاع المنحنى. نجيب منحنى من الدايره، هناك كانت منحنى من الدرجه الثانيه زي ما انت شايف، ده ارش على شكل نص دايره او جزء من دايره. سيتا ديت الزاويه من نص الارش لغايه السبورت، سيتا اكس دي المسافه من نص الارش لغايه نقطه بدرس عندها او بحسب عندها الاسترينج اكشن. المعادلة بتاعتي بتاع الارش واي بتساوي ار في واحد ماينس كوزاين سيتا اكس، الار ده نص الدايرة وسيتا اكس ديت اللي هي الزاوية ديت زي ما انت شايفها على الرسم. والارش ده زي ما كنا بنعمل تو كيس فلودنج في البارابوليك ارش، هنعمل هنا برضو مرة حالة الحمل بكامل السبان ومرة الحمل موجود في نص السبان. ما بين دوت ان الحاله اللي فاتت في البارابوليك ارش لما كان الحمل موجود بكامل السبان كنا بنلاقي تقريبا تطابق ما بين اللينير او اللاين بتاع البريشر مع اللاين بتاع الارش، وبالتالي كان المومنت بيساوي صفر. انما في حاله السيركل ارش بيحصل اختلاف ما بين اللاين اوف بريشر والسنتر لاين بتاع الارش، وبالتالي بيسبب مومنت. فالتو كيسز في السيركلر ارش فيه مومنت، سواء سعادتك محمل الارش بكامل الحمل او محمل الارش بنص او بنص الاسبان بالحمل. ساين سيتا اكس بتساوي اكس المسافه اللي انت بتقيسها من نص السنتر لاين على الار، وساين سيتا عباره عن الاسبان بتاع الارش على 2 ار. لو انا حملت الارش كامل الاسبان عشان اجيب الفيرتيكال رياكشن، هتلاقي الفيرتيكال رياكشن زي حاله البارابوليك ارش عباره عن دبليو في ال على 2. لو انا عايز احول المعادله دي كفانكشن في سيتا اكس او كفانكشن في سيتا اسف، يبقى بتساوي الدبليو في ار في ساين سيتا. الرياكشن الافقي زي هناك بالظبط، دبليو ال سكوير على 8 اتش، كنا احنا مسمينها هناك اف. لو كفانكشن في السيتا بتساوي دبليو في ار على 2 في 1 زائد كوزاين سيتا. المعادله بتاعت الشير بتاع الارش ماينس دبليو ار على 2 في ساين سيتا اكس في 1 زائد كوزاين سيتا ماينس 2 كوزاين سيتا اكس. زي ما احنا عارفين كلنا عشان اجيب اقصى مومنت بتبقى عند النقطه اللي فيها زيرو شير. لو انا سويت المعادله دي بصفر الاقي ان كوزاين سيتا اكس بتساوي نص في 1 زائد كوزاين سيتا اللي هي بتساوي في الاخر 1 ماينس اتش على 2 ار. لو انا هفترض ارش سيمي سيركولر بمعنى انه واخد نص دايره، ففي الحاله ديت الار اللي هو نص الدايره هيساوي نص الاسبان بتاع الارش. يعني لو رسمت الارش فدوت المسافه من هنا لغايه هنا دي ال اللي هي نص الايه الار، و الاتش يساوي الار في الحاله ديت. كوساين سيتا اكس هتلاقيها بتساوي نص، واكس هتساوي ار في ساين سيتا اكس اللي هي بتساوي المسافه. لو انت بتقيس عندها المسافه اللي بحسب عندها سين اكشن 0.866 ار، دي هتلاقيها اقصى مومنت او اقصى احمال. لو انا بقيس المسافه ديت من هنا، لو قلت المسافه اكس ديت من السنتر لاين من هنا لغايه هنا هسميها اكس اللي هي عند النقطة دي، يبقى المسافة الباقية ديت عبارة عن ايه؟ المسافة الباقية دي عبارة عن ال ماينس ال على 2، صح؟ لأن ده نص القرش ماينس اكس. اهيت النقطة دي تتقاس من النص سنتر لاين 0.866 ار. لو انا بقيس النقطة دي من السنتر لاين من عند السبورت هتبقى المسافة عبارة عن ال على 2 ماينس اكس. ال على 2 ماينس اكس لو المسافة الاكس دي طلعت ب 0.886، لو المسافة ديت
ب.886 الاكس وب.866 ار، يبقى ال ماينس اكس عباره عن ايه؟ 0.134 ار. هنقل على 2 المسافه دي كلها من هنا من هنا لغايه الاخر اللي هي بتقل على 2 عباره عن ار. فلو دي 0.866 ار يبقى المسافه المتبقيه 0.136 ار اللي هي بتساوي 0.067 ال. يعني ايه؟ ما هو الار بيساوي نص ال، لو ضربت الرقم ده في نص يطلع. يبقى المسافه اللي سعادتك هتبقى عندها اقصى مومنت اللي هو عندها زيرو شير على مسافه من السبورت يا اما بتساوي 0.134 ار اللي هي بتساوي 0.067 ال، دي المسافه او النقطه اللي عندها الماكسيمم مومنت وزيرو شير. ده امتى؟ لو الارش بتاع سعادتك واخد نص دايره، واخد نص دايره بالظبط. المومنت بتاعك ازاي احسب مومنت على الارش؟ لو الارش بتاعي موجود شكله كده اهو، لو انا رسمت الارش ارسمه هنا على جنب كده اهو، وهنا في حمل موزع المومنت عندي الحته ديت، هيبقى عباره عن الرياكشن الافقي، الرياكشن الافقي هو اتش في الارتفاع اللي هو واي، ناقص دبليو في المسافه دهيت اكس تربيع على 2. لو انت مشيت تتبعت الحمل الرياكشن في المسافه ناقص دبليو اكس تربيع على 2، تتبعت عوضت بقى بالاتش الهورزونتال بدلاله الاكس او بدلاله ساين سيتا، وعوضت الاكس بدلاله ساين سيتا، واتبعت المعادلات ديت، وعوضت ان كوزاين سيتا عشان انت عندك زيرو شير، فعوضت ان كوزاين سيتا زي ما جبناها من السلايد اللي فات بتساوي 1 ماينس اتش على 2 ار، هتلاقي ان اقصى مومنت بيساوي ماينس دبليو ال سكوير او ماينس اتش سكوير، اتش اللي هو ارتفاع الارش على 8، وارتفاع الارش في السيمي سيركولر، ارتفاع الارش في السيمي سيركولر هيبقى الار، فعشان كده الماكسيموم مومنت ماينس دبليو ار تربيع على 8 اللي بيساوي ماينس دبليو ال تربيع على 32. لو ساعدت عوضتك بالار بال على 2 يبقى المومنت الماكسيموم ماينس بالنيجاتيف بيطلع دبليو ال سكوير على 8 او دبليو ال سكوير على 32 بالنيجاتيف، لان المومنت هيبقى طالع لفوق علشان الرياكشن هو اللي هيبقى ايه؟ افيشنت. يبقى انت حسبت في الكيس الاولانيه لما يكون في حمل كامل على الارش، قلنا لو الكيس فيه سيمي سيركولر عرفت احسب الفيرتيكال، عرفت احسب الهوريزونتال، عرفت احسب المومنت عند الماكسيموم مومنت، وقلنا المومنت ماكسيموم مومنت عند مسافه 0.067 في السبان، وبرده يبقى انا عندي قيمه المومنت عشان احسب قيمه النورمال زي ما عملناها قبل كده، يا اما الجذر التربيعي للاتش تربيع زائد في تربيع، او النورمال فورس عباره عن الفيرتيكال في الساين سيتا زائد الهوريزونتال في كوزاين سيتا، يا اما زي السلايد اللي زي السلايد بتاع البارابوليك ان النورمال فورس الجذر التربيعي لفي تربيع زائد اتش تربيع، او الفيرتيكال في الساين سيتا زائد الهوريزونتال في الكوزاين سيتا. يبقى دي الكيس الاولانيه، اطلع قطاع في الاخر عليه مومنت وعليه نورمال، واصمم قطاع عليه ام وان زي ما قلنا قبل كده في البارابوليك ارش في تمام. الكيس الثانيه ان انا بحمل بكامل السبان ديد لود بس، ديد لود بس ده الجي، واحمل لايف لود. لو انا بحمل لايف الكيس بتاع ديد لود يبقى كحسابات احمال بتاعتها والكلام ده زي الحسبه بتاعت التوتال لود. يعني لو انت عايز تجيب الرياكشن نتيجه الديد لود بس، يبقى الفيرتيكال هوريزونتال فيرتيكال هوريزونتال هنا زي حسابات اكن حمل موزع. انا كل المشكله ازاي احسب قيمه الرياكشن والمومنت الاضافي، الرياكشن والمومنت الاضافي اللي هيطلع نتيجه الايه؟ اللايف لود اللي موجود في نص السبان. في الحاله دي تقريبا بينتج مومنت تقريبا الكيس دي تقريبا 80% من المومنت في حاله الفلو تقريبا. طب بتقول لي يبقى نعملها ليه؟ هو مجرد احتمال يبقى النورمال فورس اقل ومع المومنت، او اسف نورمال فورس يبقى في اختلاف ما بين قيمه المومنت وقيمه النورمال، فلازم تعمل لها كيس ثانيه في التصميم. انما من المنطق ان الكيس الاولانيه هي اللي هتكون مديه تسليح اكتر. لو انا عايز احسب الرياكشن نتيجه الحمل اللايف لود اللي موجود في نص السبان، الرياكشن عند الاي اللي هو السبورت اللي على الشمال اللي هو في ناحيه الحمل 3 بي على 8 زي البارابوليك، لو انا عايز اعوض عليها بدلاله الساين سيتا
يبقى بيساوي 3 دبليو ار على 4 في ساين سيتا. الفيرتيكال اللي على اليمين بي على 8 او دبليو ار على 4 في ساين سيتا. والهورزونتال فورس سواء اكس او واي سواء عند الاي او عند بي بيساوي بي لتر بي على 16 اتش اللي هو بيساوي دبليو ار على 4 في 1 زائد كوزاين سيتا. لا في حاله السيمي سيركولر لو الار بتساوي ال على 2 يبقى الفيرتيكال بيساوي 3 دبليو ار على 4 والفيرتيكال عند البي دبليو ار على 4 عند ساين سيتا بواحد خلاص والاتش عباره عن دبليو ار على 4. دي حاله سيمي سيركولر نتيجه الرياكشنات نتيجه اللايف لود اللي موجود في نص السبان بس. المومنت الماكسيمم في الحاله ديت بيساوي ماينس دبليو ال سكوير على 38.63. لو انت عوضت بالال تربيع مكان الار هتلاقيها بماينس دبليو ار تربيع على 9.66. يبقى ده قيمه الحمل او قيمه المومنت نتيجه طبعا هو اقل من المومنت اللي موجود في حاله الكيس اوف لودنج التوتال لود. دكتور هلال عمل في الكتاب بتاعه معادلات لطيفه كده للسيركولر ارش. قال لك المومنت نتيجه الديد لود بس في معامل بضربه في الديد لود ال سكوير والمومنت نتيجه اللايف لود في معامل بضربه في البي اللي هو اللايف لود في ال سكوير اللي هو ال سبان بتاع الارش والنورمال فورس عباره عن معامل بضربه في الاتش وده جدول كده بيديك المعاملات بتاع الديد لود ومعاملات بتاع اللايف لود ومعاملات بتاع على حسب نسبه اتش على ال ارتفاع الارش على الاسبان بتاعه. لو بوينت 1 يبقى المعامل بتاع الديد لود قيمته مش عارف ايه. لو في اللايف لود المعامل البوزيتيف والنيجاتيف المومنت البوزيتيف والنيجاتيف بتاع اللايف لود النورمال فورس المعامل بتاعه النورمال فورس بكام. يبقى ديت معاملات على حسب اتش على ال على حسب ارتفاع الارش على الاسبان بيديك الفاكتور تضربه في جي ال سكوير على 8 جي ال سكوير او بي ال سكوير او جي او اتش زي المعادلات اللي فاتت في السلايد اللي فاتت تضرب المعامل في المعادله يطلع قيمه المومنت نتيجه الديد لود قيمه المومنت نتيجه اللايف لود وقيمه المومنت نتيجه او قيمه النورمال فورس عند النقطه اللي في ربع الاسبان تقريبا اللي هو احنا بنفترضها ان هي تقريبا بيكون عندها اقصى ستريننج. دكتور هاني زيات عمل في الكتاب بتاعه برضو معادله للتو ارش تو هينج سيركل ارش اللي واخد الشكل ده وقال لك الالفا دي الزاويه من هنا لغايه السبورت وديت السيتا اللي هي الزاويه من السبورت لغايه اي نقطه انا بشتغل عندها. الرياكشن سواء عند الاي او عند البي عباره عن كي اتش في الدبليو وده معامل هنجيبه من جدول والفيرتيكال بيساوي دبليو ال على 2 طبعا متساويين. الواي ده الديفليكشن عند الارش او اكسل ديفليكشن للارش عند نقطه سي اكسل ديفليكشن قيمته دبليو ار تكعيب على الاي اي ودي الانرشيا المودلس اسيستي بتاع الماتيريال بتاع الارش في انرشيا بتاع الارش في كي جي ده معامل بجيبه من جدول وقيمه المومنت عباره عن دبليو ار في كي ام وكي ام ده معامل بجيبه من جدول. دي التعريفات بتاع كل حاجه في المعادلات الار سنتر لاين الحمل الاي اي الديفليكشن المومنت كل معامل اقراه هتقرا هتعرف كل قيمه من المعاملات ديت عباره عن ايه. الالفا الزاويه الكي ام معامل المومنت الكي اتش معامل الكوفيشن هنجيبها من جدول. المعاملات هي بتحسب بتعتمد على قيمه الالفا الزاويه بتاعه اللي مرسوم عندك في الرسم على حسب الزاويه بتقدر تجيب المعامل الكي اتش والكي دي والكوفيشن بتاع الكي ام على حسب السيتا والالفا. السيتا يا ترى هي 15 ولا 30 ولا 45 ولا مش عارف ايه والالفا يا ترى صفر مش عارف ايه. واداك مثال قال لك والله لو ماكسيموم مومنت لالفا لو عندك سيركولر والالفا بتاعتك اللي هي الزاويه دي كانت ب 30 درجه لو انا فرضت الزاويه 30 درجه الالفا دي كانت عندك ب 30 درجه فالماكسيموم بوزيتيف مومنت الالفا اهي ب 30 درجه الفا دي الرأس الفا ب 30 درجه اقصى مومنت بوزيتيف عند زاويه 60 اقصى بوزيتيف مومنت عند زاويه 60 يبقى كي ام قيمته 0.0 يبقى المومنت بتاعك 0.048 في الدبليو ار واقصى نيجاتيف عند الزاويه 60 اقصى نيجاتيف مش دوت هو دوت اقصى نيجاتيف عند الزاويه 90 يبقى اقصى نيجاتيف مومنت لما يكون الزاويه سيتا ب 90
يبقى ده بيديك قيمه المومنت اقصى بوزيتيف فين واقصى نيجاتيف فين. اقصى نيجاتيف لما تبقى زاويه 90 يبقى قيمه المومنت سالب 0.1174، واقصى بوزيتيف يبقى عند الزاويه 60 بالمومنت بتاعك 0.0481. طبعا هو في اختلاف جوهري ما بين الارش السيركولر والبارابوليك ارش، انت لازم تكون الغرض من المحاضره انك تبقى عارف ان التو كيس بيدينا مومنت، وشرحنا المومنت لو سيمي سيركولر، لو الارش واخد نص دايره بالظبط تقدر تحسب قيمه المومنت والنورمال فورس عند المسافه اللي عندها الزيرو شير والماكسيمم مومنت اللي هي على مسافه 0.067 في الاسبان. والحاله الثانيه لو انت عملت لايف لود في نص الاسبان مع الديد لود طبعا تقدر تحسب المومنت والنورمال بكام وتجمعهم على بعض. وفي تو كيسز ثانيين لانك تشتغل بالجدول الموجود في كتاب دكتور هاني على حسب الفاكتور بتاع الزاويه الفا وزاويه سيتا، وفي جدول ثاني بتاع دكتور هلال على حسب نسبه ارتفاع الارش على الاسبان بتاعه. طبعا هي كلها اجتهادات انك تحسب الاسترينج اكشن، انما الطبيعي انك ممكن تدخل ده على اي برنامج فاينايت اليمنت وتحط الاحمال او التو كيسز وتحسب منها المومنت، وبعد ما تحسب يعني الغرض هو المشكله كلها انك تحسب السيرنج اكشن بكام وبعد كده تصميم قطاع لي ام وان. انما الطبيعي بتاعك لما تتخرج ان شاء الله هتعمل شكل ارش على حسب شكله عباره عن ايه وتحط الاحمال، واي برنامج فاينايت اليمنت هتقدر تحسب المومنت والنورمال عليه وتشوف اقصى مومنت فين واقصى نورمال بكام وتبتدي تحسب او تصمم القطاع عليه ام وان ببساطه ان شاء الله. وطبعا احتفالنا زي البارابوليك ارش ان التسليح بيكون في الارش فوق وتحت زي بعض بالاضافه للشرينكج بار او الباكلينج بار، وبنربطهم بكنات لان احنا بنعتبر القطاع عليه نورمال فورس بس. اتمنى تكون المحاضره مثمره، ويعني ربنا يسهل لكم الحال ان شاء الله، وشكرا لكم جزيلا، واتمنى تكون كلكم في صحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.